بونجور، انا لا بيريود اللي ديجا كانت فيها القمه انا كنت في تصوير، صافي ما كنت بلوس، كنت مركز على التصوير، مي كنت كنروح العشيه نشوف سو يوتيوب ولا سوغ لي شان. سانسامون بو موا سيتي اون فيغتي ديجا اوتون كي الجيريان. صحيح، هذا اول شيء يعني قبل اول شيء كان ديجا ديجا القمه العربيه بلوس لو 1 نوفمبر بلوس قبلها كانت 5 جويي. أيوه. عباك بلي حسيت روحي راني في احتفال تاع عرس من دخلت السنه. يعني نقولوا دامت الافراح على مستمره. لا 5 جويي العاب البحر المتوسط، من بعد القمه العربيه، من بعد لو 1 نوفمبر. عباك بلي اي الجيري دوكا ولا في ليترونجي ولا يقول راني جزائري بصوت عالي، جزائري وافتخر. ولا يقول جزائري وافتخر، لانه ولات الجزائر عندها صدى وعندها صوت وعنده قيمه الجزائري في المهجر اللي ما كانتش من قبل. الحمد لله يعني مع الجزائر الجديده يعني شاد ولات عند الشعب عنده قيمه اللي كان مفتقدها، مع انه الشعب الجزائري على العام كانت عنده قيمه من الثوره ومن الاستقلال. صحيح. ومن العشريه السوداء كان الجزائري كامل حاط دائما حاضر، كان سواء الشاب كالشاب كالكبير كالصغير كالطفل. كما يقول لك حنا عندنا النيف، وين نروح عندنا النيف. مي الصنا يعني كزاد الفرحه، الفرح والفرح. يعني ما تابعتش باش نكون صالح، ما تابعتش على القمه، مي شتلك الحكمه العرس مع الاخر، بصح فرحانه هذيك هي انايا.